إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاتي بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب وبجهدهم لا يستراح. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدي ومولاي ومولى الكون لنفس قدس سوى الرحمن ما عبدت ولا إلى غير طه بالولى رغبت. فقلت لما بحب المصطفى علقت قل يا لا عذب الله أمي إنها شربت. وفي علني أمي به لقنتني وهي ترضعني. وكان لي والدا وابا حسن بصرت من دي ودا باختصار ان شاء الله مثل ما عزيز مولد مولد ان شاء الله. هاي طاولتكم شوي ضعيفه ما شيء ان شاء الله. يلا قولوا وياي علي علي مولاي علي علي مولاي علي علي مولاي علي 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 مولاي علي علي مولاي اسمع حب علي فوز الشيعي غدا فامدد لي في يوم حسابي يدا وانقذني من نار جحيم وهل قمت شفيعا غير إمام الهدى.
يقول اليوم أشرقت شمس الإمامة في عيد الكرامة بميلاد الوصر تفعت الهامة الله بميلاد الوصر تفعت بميلاد في عيد الكرامة يقول اليوم أشرقت شمس قبلة وخرت الأصنام عند ولادي
وصارت بذلة. يقول انولد فارس مجاهد. الله 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 بيه دين الله صاحب. الله 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 ينصر الهادي القائد على العسكر الجاهلية. الله 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 وبسيفه ينصر دين الله. وبسيفه ينصر دين الله. هاتف في الحرب يشهر حسامه في عين كرامه وخاشع بالصلاه باستقامه في عين كرامه وعجب هالليل ازهار العطر تفتح شذاها كل البلا بل تطرب وتنشر شعرها غناها غناها والنجوم وغناها والنجوم تسير في الضوء والكواكب في سماها يقول والفرح غطى الشواوي. الله 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 والمعاكم والجوامع. الله 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 ما يمسك سوء بإذن الله وحق حيدر ولينا ولينا الله يحفظكم دخر يا علماء للدين ولينا يقول احفظك يا عيسى أسرها أسرها تهنئة.
خاصة للمعتقلين، إلهي فرج عنهم يا أكثر. ولا لا في ساعة آل الله على نفسه ليلة الجمعة، يا ساعة آل الله على نفسه إلا أن يستجيب فيها الدعاء، نسأل أن الله الفرج الكريم. ربي بحق هذه الليلة وصاحبها وذرها، تهنئة وصل إلى اللي غاب في ظلمة أسرها أسرها، ورد الأهلين وشافي المرضى اللي يفقرها. يقول والشفاعة الشفاعة وانسد الموضع الذي زجها جبريل منه كما كان أولا بإذن الله تعالى. يقول أبو طالب فأشفقنا عليها من تلك الحالة وأردنا أن نوصل إليها بعض نسائنا فلم نستطع إلى ذلك سبيلا ولم ينفتح أبدا، فعلمنا أن هذا الأمر من قبل الله. يا سامعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله دخلت الكعبة شرفها الله تعالى، جلست على الرخامة الحمراء ساعة وقد كشف الله عن بصري، فرأيت جبريل عليه السلام قد هبط عندي في جوف الكعبة ومعه صفوف من الملائكة وقد أقبلوا علي ومعهم ولدي النبي والإكرام، ويقول لك استقبل عليا عند خروجه من بطن أمه. يا سامعي
استعدوا للقيام. تقول